بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في قناة أخبار عاجلة، أهلا بكم من جديد. موعد مباراة الأهلي وكان سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا. نتعرف مع حضراتكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة، ولكن في البداية بدعوك عزيزي المشاهد لو كنت بتشاهد قناتنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كان فريق النادي الأهلي قد تخطى فريق اطلع برا الجنوب السوداني في دور التمهيدي الأول ليتأهل لمواجهة كانو سبورت الذي صعد للدور التمهيدي الثاني بعد إقصاء فريق ميكيلي الإثيوبي. الأهلي سيبدأ مواجهة كانو ذهابا في غينيا الاستوائية أحد أيام 13 أو 14 سبتمبر، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 27 أو 28 من نفس الشهر، وتقام المباراة في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر، وتنقل المباراة قنوات بين سبورت. مات شجور المدير التنفيذي لنادي كانو سبورت قال في تصريحات: أننا أخطرنا النادي الأهلي بموعد مباراة الذهاب ومستعدون لاستقبال النادي الأهلي أحسن استقبال، شرف لنا استضافة الفريق الأعظم في إفريقيا، هو فخر لفريقنا ملاقاة فريق بحجم النادي الأهلي. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا، ولا تنسوا دعمنا بلايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.